ست أمة الله زعلانة من ابنها جدا، ابنها اللي ربته وكبرته ولكن بيميز الزوج عليها وسايبها وما بيطلش عليها وما بيسألش عنها. وبعدين هي دلوقتي عايزة تحرمه من الميراث. أما يكون عندي ابن شارد مش بيأدي حق البر، أول حاجة أدعيله، أدعيله بكثرة. الدعاء سلاح المؤمن كما علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، سلاح المؤمن. فلازم أتمسك بالسلاح ده، أدعيله بالهداية وبلين القلب وإن ربنا يصلح الأحوال. مش هبتدي على طول أدخل بقى في الانتقامات، لا، الدعاء. وبالنسبة لسؤال حضرتك، لا يجوز إن حضرتك تكتبي وصية بحرمان هذا الابن من الميراث لاحقا، أو إنك توزعي بغرض إنك تحرميه. الإنسان يتصرف في ماله زي ما قلنا قبل كده، حال حياته ليس بقصد ظلم حد، كيفما شاء، لكن من غير قصد إنه يحرم حد. وأرجع تاني أؤكد إن حضرتك أنصح بالدعاء وإن ربنا يصلح حاله، ولا مانع لو حد عندنا في العيلة هو بيسمع له أتكلم معاه وأقول لهم يعني أنا عارفة الحياة مشاغل وبتاع وكده، لكن أنا أمه المفروض يسأل عنها والمفروض يبرها، فكلموه لا مانع، وإن شاء الله ربنا يهديه ويصلح حاله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفوز ببرك يا رب، اللهم آمين.